نفى الرئيس السوداني عمر البشير في تصريحات صحفية خلال زيارته للإمارات تورط مصر في الصراع الدائر بجنوب السودان، غير أنه زعم أن الحكومة المصرية أمدت قوات الرئيس السوداني الجنوبي سلفا كير بالأسلحة والذخائر. ومن جانبه قال السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر أكدت مرارا وتكرارا أنها لا تتدخل في شؤون أي دولة خارجية، مضيفا في تصريحات للمصري اليوم أن مصر اعتادت على مثل هذه التصريحات بالرغم من تكرار نفيها لهذا الأمر. تاني برضو تصريحات وتكرار النفي، المرة دي البشير، مهاجمة البشير لمصر برضو بقت حاجة معتادة بالنسبة لنا. صحيح. بس الحاجة الملفتة النظر وبشكر مصر اليوم انهم نبهونا للحكاية دي ان هي دايما تطلع تصريحاته دي وهو في زيارة خليجية. أيوة. التفسير؟ الحقيقة التفسير محتاج لتحليل نفسي اكتر منه تحليل اقتصادي. يعني بيحس بالامان يعني فبيهجم علينا. بس هو الرئيس البشير دايما يعني هو كان في زيارة قريبة الى القاهرة وتم تكريمه ومنح يعني نجمة شرف لمساهمته في حرب الاستنزاف، ويعني بيقول أجمل الكلام وأجمل الأشعار عن مصر ونظامها وأمنها وكل شيء وهو موجود في مصر. يخرج من مصر ثم يبدأ في الحديث عن حلايب وشلاتين أول ما يخرج على طول. ثم الجديد بقى أنه بيتحدث عن جنوب السودان. مصر موقفها واضح جدا من انفصال جنوب السودان. مصر كانت دائما وداعمة لوحدة السودان وأراضيها، وانفصال السودان تم بأيادي سودانية وبأيادي بشيرية إنجاز التعبير. مصر يهمها جدا أن دول حوض النيل كلها تكون مستقرة، فعمرها ما هتدعم ولا هتسلح يعني جماعات او معارضه او ما الى ذلك، او هتتسبب في اضطراب في دول حوض النيل. لكن في اهم من هذا كله امن مصر المائي. فمصر تضع، ودي بنحطها تحتيها مليون خط، مصر من يعبث بامنها المائي فليتوقع اي شيء. وافق مجلس الوزراء برئاسه